السلام عليكم، معكم محمد آل سليمان، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في شركة أمين. أمين هي عبارة عن شركة ناشئة عندها نظام طبي من خلالها تقدم خدمات علاج طبيعي المنزلي. اليوم أمين خلال 3 سنوات خدمت في منطقة الشرقية والرياض حدود 3000 عميل بمقابل تقريبا 10000 جلسة علاجية. اليوم أمين إن شاء الله بإذن تعالى بتكون إن شاء الله خطتها المستقبلية تكون إن شاء الله منطقة مكة المكرمة، وكذلك إن شاء الله في تخصصات إضافية مثل البيرسونال ترينينج والتغذية وكذلك علاج اضطرابات التوحد. أمين الفكرة منها تقدم خدمات من علاج طبيعي المنزلي عن طريق إن هي فعليا تكون تجهز الأخصائيين عن طريق حقيبة طبية، من خلال الأخصائي يكون إن شاء الله حاضر في الجلسة ومتجهز فعليا إنه يقدم لجميع تخصصات المشاكل الصحية في من ناحية التأهيل، بحيث أن أمين الميزة هنا أنه ما تكون فقط أنه تربط ما بين أخصائي وعميل يعرض خدماته، أمين مسؤول عن تجهيز الأخصائي، وبالنسبة كذلك العميل يكون في نظام طبي من خلاله يحجز معنا في أمين، يتابع جلساته، كذلك أيضا جميع الأمور الخاصة بالجلسات ومتابعتها تكون عن طريق نظام أمين بإذن الله تعالى.